بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أطباء وأكاديميين ومهتمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفعالية التي ينظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، الذي يسعى للمساهمة في تطوير الفكر التشريعي والأخلاقي الإسلامي مع التركيز على الأخلاق التطبيقية في مجالات معرفية ووظيفية متنوعة، منها السياسة والاقتصاد والطب والبيئة والتربية وعلم النفس والتغذية والإعلام والفنون وقضايا الرجل والمرأة وغيرها، حيث يخاطب المركز برسالته الأكاديميين من أهل الفكر والعلم والنظر الشرعي، كما يخاطب المتخصصين من أهل الممارسة والخبرة والتطبيق في إطار رؤيته العامة التي تسعى إلى تمكين المسلمين من إصلاح حالهم النظري والعلمي بالمصالحة مع الذات ومع العالم، وبالإسهام في الخطاب العالمي من منظورهم العقدي والقيمي والتشريعي. ومن هذا المنطلق يولي المركز عناية خاصة لدور الأخلاق في المجالات الطبية ولكيفية طرح منظور إسلامي يمكن من خلاله تقديم إضافة نوعية وإصلاح جذري في فلسفة هذا التخصص وتطبيقاته. ضمن فعاليات المركز في مجال الأخلاق الطبية في الإسلام، يأتي تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع مركز قطر للتبرع بالأعضاء تحت عنوان التبرع بالأعضاء بين الخطاب الأخلاقي الفقهي وواقع المسلمين، ونتشرف بأن نستضيف لهذه الندوة عالمين كبيرين من أبرز المتخصصين في مجال التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية ذات الصلة، الدكتور محمد غالي، أستاذ الأخلاق الطبية في الإسلام في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، وسيتناول في مداخلته النقاشات الفقهية والأخلاقية حول التبرع بالأعضاء، وكذا العلاقة بين المعارف الطبية المختلفة بين المعارف الطبية الحديثة والخطاب الفقهي الإسلامي حول التبرع بالأعضاء. كما نستضيف فضيلة الدكتور رياض فاضل، أستاذ جراحة المسالك البولية وزراعة الأعضاء ومدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء، والذي سيسلط الضوء على المعالم الرئيسية لنموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء. نبدأ على بركة الله، وأدعو الدكتور محمد غالي للتفضل بإعطاء كلمته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على التقدمة. في مساء هذا اليوم أتحدث معكم عن موضوع التبرع بالأعضاء والخطاب الفقهي الأخلاقي في الإسلام. بادئ ذي بدء، أود القول بأن القضايا الأخلاقية أو المعضلات الأخلاقية المتعلقة بزراعة الأعضاء والتبرع بها أحد الموضوعات التي تثير استقطابا حادا في كثير من الأحيان، ليس فقط في التنظير والفكر الإسلامي، وإنما في الفكر الأخلاقي عموما، سواء كان داخل المنظومة الإسلامية أو في خارجها. فأتمنى أن أوفق في عدم الوقوع في هذا الاستقطاب، وأن أعرض وجهات النظر المختلفة بشكل محايد قدر ما يتاح ذلك لبشر مثلي. في البداية أود أن أتحدث عن الصورة التي كانت موجودة أمام الفقهاء، أمام فقهاء الإسلام المعاصرين، عندما تحدثوا عن القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء. كنا أمام ثورة علمية بمعنى الكلمة. الأدبيات الطبية خاصة في الفكر الغربي تصفها بالمعجزة الطبية للقرن العشرين، فهي أحد أهم الإنجازات ولا شك. بدايتها وبداية نجاحها
كانت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين. أول عملية زرع كلى ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت في عام 54، تلاها أول عملية زرع قلب للجراح كريستيان بارنارد في جنوب إفريقيا. ولكن شاب العمليات زراعة الأعضاء في ذلك الوقت، الخمسينات والستينات وحتى نهاية السبعينات، إشكالية الرفض المناعي، وأن هناك إشكالية في أن الجسد الذي زرع فيه العضو كان يرفض هذا ويحدث إشكاليات طبية كبيرة. مع نهاية السبعينات تم اكتشاف العقاقير المكافحة للرفض والمثبطة للمناعة، والتي أحدثت تغيرا جذريا في نسب نجاح عمليات زراعة الأعضاء، حتى أصبحت فيما بعد مسألة شبه روتينية. في الخمسينات وكذلك الستينات كان إذا حدثت عملية زرع ناجحة لكلى أو قلب أو غيرها من الأعضاء كانت تذكر في الجرائد، وكانت حدثا مهما عالميا يتحدث عنه الجميع. فيما بعد صار الأمر بغير ذلك، صارت مسألة روتينية بسبب ارتفاع نسب النجاح. وكل كلمة أقولها هنا وكل عنصر سنرى أن له انعكاسه على نظرة الفقهاء للقضية. فعندنا في الخمسينات والستينات بدايات فيها النجاح، لكن الفشل فيها قد يكون أكبر من النجاح. مع نهاية السبعينات والثمانينات نسب النجاح بتزداد وتضطرد وتصبح المسألة شبه روتينية. مع نهاية القرن العشرين صارت مسألة عادية، حتى أن الإحصاءات تتحدث مع نهاية عام 2000 أنه تقريبا تم زرع أكثر من نصف مليون عضو حول العالم. هذه الثورة العلمية وهذا الإنجاز العلمي الكبير لم يكن ينظر إليه فقهاء الإسلام على أنه تطور علمي أو إنجاز علمي فيما وراء البحار، حدث فقط في أوروبا وأمريكا، ولكنه كان أمامهم وفي مجتمعاتهم في العالم العربي. حدثت عمليات زرع أعضاء خاصة الكلى والقلب في الكويت والعراق والأردن في سبعينات هذا القرن. فبعد حوالي 20 عاما من أول عملية زرع ناجحة، صار العلماء والفقهاء ينظرون إلى أمور يتم الحديث عنها في الجرائد التي يستطيعون قراءتها بشكل يوم. وبالتالي صار الموضوع ليس حديثا عن ترف علمي نقول أنه يجوز أو لا يجوز، وإنما صار عن أمر يحدث بين أيديهم وفي حياتهم اليومية. وبالتالي صار الأمر أكثر إلحاحا فيما بعد السبعينات. التحديات الأخلاقية اللي أوجدها هذه الثورة العلمية ومسألة زراعة الأعضاء بالنسبة للفقهاء وعلماء الإسلام، أولا الأمر لأنه الآن يعني صرنا أكثر من نصف قرن أو 6 عقود على هذا الأمر، صار الأمر بالنسبة لنا طبيعيا. لكن نتخيل أنه الفقهاء في الخمسينات والستينات والمنظرين الأخلاقيين عموما، لأول مرة في التاريخ يتم علاج الإنسان بالإنسان. كان دائما التداوي من الطبيعة من حولنا، ننظر في النبات، ننظر في الحيوان، ننظر في مواد كيميائية نعالج بها هذا الإنسان. ثم طرأت الفكرة بأن الإنسان نفسه ممكن يعالج إنسان آخر، ويعالجه من أمراض خطيرة أو فتاكة تودي بحياة الإنسان إذا لم نستخدم هذا العلاج. فصار الإنسان عقارا، صار الإنسان دواء. وبالتالي هنا تحدث إشكالية كبيرة في النظرة إلى الإنسان، أنه صار وسيلة لعلاج الإنسان وليس غاية في الوجود في نفسه. إشكاليات حول مسألة الروح، إن إذا قلنا أن الروح منتشرة في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان، فإذا أخذنا هذا العضو هل نأخذ جزء من روح الإنسان ونضعها في إنسان آخر؟ هذه التركيبة وأن الإنسان يمكن أن يقسم إلى أجزاء ونأخذ بعضها من شخص ونضعها في شخص آخر إلى آخره، أنا متصور أنه الفقهاء والمنظرين الأخلاقيين حتى خارج المنظومة الإسلامية يعني صار عندهم يعني إشكالية كبيرة ومعضلة كبيرة في التعامل مع القضايا الأخلاقية المرتبطة بهذه الثورة العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء. الحقيقة أنه فتاوى العلماء لم تتأخر، يعني احنا قلنا انه النقل العلمي تم بعد حوالي 20 عاما، انتقل الى العالم العربي، اما الفتاوى التي تحدثت عن هذا لم تنتظر كل هذا الوقت.
فعندنا الفتوى الشهيرة وحسب علمي هي أول فتوى في الموضوع بشكل صريح، وهي فتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد الرحمن السعدي توفي في 1955، يعني بعد عام واحد من أول عملية زرع، وبالتالي فتواه كانت قبل 55، يعني إما 54 أو قبلها، والموضوع لسه في مرحلة التنظير لا ندري، لكن تقريبا موازية للاكتشاف الثورة العلمية التي بدأت تقريبا في نفس العام. ففي مجموع فتاوي سؤال: هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر؟ هنا إنه إنسان بنعالج به إنسان آخر وليس دواء آخر من الطبيعة، مضطر إليه برضاء من أخذ منه. الفتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي فتوى مطولة وكبيرة وتحتاج إلى تحليل كبير، لكن الملفت للنظر أنه ركز على أمرين. الأمر الأول أن السؤال له إجابة، ولا بد أن يكون له إجابة في الإسلام، لأنه تصور الفقهاء عموما أنه لا توجد نازلة ليس لها حكم شرعي، هذا لا يمكن أن يكون في الشريعة، هذا هو التصور الموجود عندهم. وبالتالي كيفما كانت صعوبة السؤال وكيفما كان التحدي في التعامل مع هذا السؤال، على العلماء أن يجدوا له إجابة. إذن لا يمكن أن نقول أنه لا توجد إجابة ولا توجد حل، هذه مسألة منتهية، وإنما السؤال في كيفية وجود هذا الحل. الأمر الثاني قال أن وجود الحل لهذه المعضلات الأخلاقية والتعامل معها إنما ينطلق من وجود تصور سليم. إذا لم نتصور السؤال ونفهمه، قد نعطي إجابة مبنية على قراءة صحيحة للنصوص، ولكنها مبنية على تصور خاطئ، وبالتالي تكون الإجابة كلها خاطئة. فلا بد للفقيه أن يتصور المسألة في بداية الأمر. قال: ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمور. خلق هذا التصور وتشكيله، الجزء الأكبر منه هو في المعلومات والمعارف الطبية التي يمد بها الفقيه. بناء على هذه المعلومات يحدث التصور، وبالتالي نبدأ في معالجة المشكلة. أستعير تعبير المتخصصين في الأدب والفن، وهو موضوع كلاسيكيات الأدب العربي والحديث وكلاسيكيات السينما المعاصرة إلى آخره. نستطيع أن نقول إنه موضوع التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء في الفقه الإسلامي المعاصر وحديثه عن الأخلاق الطبية في الإسلام هو الموضوع الكلاسيكي، هو أحد كلاسيكيات الأخلاق الطبية، نقاشات المعاصرة حول الأخلاق الطبية في الإسلام، إذا ما استثنينا مسألة مثل موانع الحمل وحكمها في الشرع إلى آخره. فإنه تقريبا إشكاليات الأخلاقية المتعلقة بزراعة الأعضاء كانت هي أول المواضيع وأهمها، ولا يزال حتى الآن الإنتاج الفقهي وإنتاج الفتاوى هو أكبر وأغزر إنتاج هو في هذه المسألة وفي هذه النقطة مقارنة بغيرها من الأمور. فأنا رصدت الفتاوى اللي صدرت بعد فتوى الشيخ عبد الرحمن السعدي، وركزت على مصدرين. المصدر الأول هو كتاب الدكتور البار حول زراعة الأعضاء والنظرة الطبية والأخلاقية لها، وده صدر في 94، وكتاب الدكتور القرضاوي يوسف الشيخ يوسف القرضاوي حول زراعة الأعضاء في الشريعة الإسلامية، وده صدر مؤخرا. الكتابين عملوا ملحق للفتاوى المتعلقة بزراعة الأعضاء، فجمعت منها شيئا، وكان لي بحث حول الفتاوى اللي صدرت حول زراعة الأعضاء للمسلمين في أوروبا، فأيضا جمعت منها شيء. فعندي تقريبا كل المسألة ثلاث مصادر، وركزت على الفتاوى من ناحيتين. أولا الفتاوى الصادرة من دور الإفتاء الرسمية في الدول، والأمر الثاني مؤسسات الاجتهاد الجماعي في الإسلام، يعني ليس فردا وإنما مجموعة، سواء كانت مجموعة فقهاء أو مجموعة فقهاء تجلس مع أطباء. هؤلاء فقط لنا أن نتخيل كم هذه الغزارة من الفتاوى. أنا لا أتحدث عن ما كتب وما أفتي من كل العلماء، وإنما أذكر ما ذكر في هذين المصدرين،
إما بشكل رسمي من الدولة وإما باجتهاد جماعي. طبعا عام 55 ده كان فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي. نجد 59 فتوى من دار الإفتاء في مصر، 66 مرة أخرى مصر، في عام 70 مؤتمر إسلامي في ماليزيا، في 72 المجلس العلمي الأعلى في الجزائر، 73 مرة أخرى مصر، 73 في سنغافورة خارج إطار العالم الإسلامي وفي وجود الأقليات كان اهتمام بهذا في 73، 76 في باكستان، 77 في الأردن، 78 في السعودية، 79 مصر، 80 في الكويت، 82 في السعودية، 85 في السعودية، 85 في الكويت، 86. نلاحظ طبعا أنه نهاية السبعينات وبداية الثمانينات مع وجود أنه أصبح زراعة الأعضاء أمر مألوف وحتى وجد في العالم الإسلامي، نجد أن الفتاوى بتتزايد مع هذا. السعودية مرة أخرى، مجمع الفقه الإسلامي في جدة 88، الكويت 89، الهند مجمع الفقه الإسلامي في الهند 89، مصر 89، السعودية مرة أخرى 90، بريطانيا مجلس إسلامي في بريطانيا كانت له فتوى في هذا، مصر مرة أخرى 97، مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في أيرلندا، في هولندا كان مؤتمر للمسلمين في 2006، مصر في 2009. وبالتالي غزارة شديدة للغاية في نظري أن هذه الفتاوى والحجج التي استخدمت فيها تحتاج إلى دراسة مستقلة وبحث مطول حتى نفهم كيف تعامل الفقهاء الإسلام المعاصرين مع أول الإشكاليات والمعضلات الأخلاقية التي واجهتهم في هذا المجال. لكن مع يعني هذا الكم الكبير جدا من الفتاوى نستطيع أن نعرض بعض الملامح الرئيسية. أولا العدد كبير جدا، كما قلت في حاجة إلى إحصاء وفهرسة وتصنيف وتحليل إلى آخره. تنوع الفتاوى لم تصدر فقط من العالم الإسلامي وإنما في بلاد فيها أقليات إسلامية. طبيعة المفتي، نجد أنه الإفتاء بدأ يتحول من الفردية إلى الجماعية، لأن وجدوا أنه المعضلات الأخلاقية كبيرة جدا ولا يستطيع الفقهاء أن يفهموها وحدهم، وبالتالي لابد من وجود الأطباء على الطاولة مع الفقهاء. كانوا بيتعاملوا مع موضوع جديد واضح، وبالتالي كيفية تناول الموضوع ذاته فضلا عن الخلاصة هل إنه هذا يجوز أو لا يجوز في الإسلام كانت فيها إشكالية كبيرة. كيفية التناول كما سنرى إنه مسألة المصالح والمفاسد هي المسألة الحاكمة والمفصلية في الموضوع، لأنه ليست عندنا نصوص واضحة صريحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة تقول لنا إنه التبرع بالأعضاء أو زراعة الأعضاء جائز أو غير جائز، وإنما المسألة تحكمها مسألة المصالح والمفاسد. والوصل بين الطب والفقه هو الذي يضع لنا التصور العام في مسألة المصالح والمفاسد، ما هي المصلحة المعتبرة وما هي المفسدة المعتبرة. أيضا هناك تطور في مسألة الإفتاء والفتاوى الصادرة، تطور كمي. نجد إنه الفتاوى التي تمنع بتتقلص مع مرور الزمن، يعني ربما كانت في البداية كانت هي الرأي الأعم والأكثر والأوضح والأكثر شهرة، لكن مع امتداد الزمن نجد أن هذا الكم وهذه الكتلة تغيرت من المانعين إلى المجيزين، نجد الأغلبية والجمهور بيتحول إلى إجازة الموضوع. أيضا تطور في حال المفتي ذاته، يعني مثلا المجلس الإسلامي في سنغافورة في عام 1973 أصدر فتوى بالمنع، قال أنه لا يجوز. وكما قلنا في السبعينات كانت مسألة الفشل العمليات كان عالي، نسبة كانت عالية. في 86 لما تغيرت المعطيات الطبية نفس المجلس ونفس لجنة الإفتاء أصدرت فتوى تعيد فيها نظرها في المسألة وتقول إنه الرأي الآن المسألة تغيرت. فأحيانا تطور على مستوى مصدر الفتوى نفسه وتطور في الكتل والمجموع. أيضا نستطيع أن نقول مع كل التعقيدات والتفصيلات الموجودة عند كل الفتاوى التي ذكرناها وغيرها مما لا نذكرها، يمكن أن نقسم المجموعة الكبيرة دي إلى فريقين. فريق مانع يرى أنه مسألة زراعة الأعضاء وبالتالي التبرع بها أمر غير مقبول في الإسلام من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الفقهية، وأمر يرى أن هذا جائز ومباح بل وربما تشجع الشريعة الإسلامية.
بالنسبة للمانعين، ركزوا على أمور نذكر منها فقط ثلاثة نظرا للوقت المتاح، ضيق الوقت المتاح. أولا كرامة الإنسان حيا وميتا. كرامة الإنسان حيا وميتا بغض النظر عن دينه وعرقه وجنسه، ذكرا كان أم أنثى، عمره، طفلا كان أم شابا أم شيخا إلى آخره، لا يهم. الكرامة الإنسانية نقطة مبدئية مفصلية في الإسلام لا كلام فيها، ثابتة بصريح القرآن وصريح السنة، كما في سورة الإسراء بلفظ واضح صريح: ولقد كرمنا بني آدم. بنى الفقهاء وعلماء الإسلام على هذا التكريم مسائل متعلقة بجسد الإنسان، إنه جسد الإنسان هذا نظرا لأنه مكرم لا يخدش ولا يجرح ولا يغير فيه شيء إلى آخره، يعني لا يتم التعامل معه بأي تغيير كان إلا لداع مقبول من الناحية الشرعية، أما غير هذا فأمر غير مقبول. فقالوا لذلك مثلا تحدثوا في آية النساء أن مسألة تغيير خلق الله والتبديل وتغيير في جسم الإنسان هي من وسوسات إبليس ومن أوامر الشيطان للإنسان. وبالتالي المانعين لما نظروا في البداية إلى زراعة الأعضاء وتصورهم أنه إحنا بنغير في هذا ونبدل ونجرح في جسد الإنسان ونقطع فيه ونخرج أشياء، نخرج كلى من هنا ونضعها هنا، نخرج قلب من هنا ونضعه هنا. قالوا يعني ما ليس، إذا لم يكن هذا تغييرا لخلق الله وإذا لم يكن هذا مضادا لتكريم الإنسان وتكريم جسده، فما هو إذن؟ كان هذا تصورهم. وطبعا سنرى أن المجيزين لما يتحدثوا معهم فيما بعد في حوارهم معهم أنه كان هذا الفريق مغرق في التراث، يعني انه كان فهمه للتراث الاسلامي ولتفسير الايات ولشرح الاحاديث اكبر بكثير من التصور المطلوب لفهم القضيه. لكن عموما كان هذا احد الحجج اللي استخدموها. ايضا استخدموا مساله الملكيه. قالوا ان الانسان بيتعامل مع كل شيء موجود في الكون بما فيه ذاته، ذات الانسان، لا لانه يملكه ولا لأنه خلقه، ولكن لأن الله تبارك وتعالى سخره له. وبالتالي تعامل الإنسان واستفادته من الكون حوله بما فيه جسده إنما هو حق انتفاع وليس حق تملك. ليس هو المالك الحقيقي لكل هذا، ليس هو المالك الحقيقي لجسده بالطبع، وإنما هو منتفع. ربنا سبحانه وتعالى سخر له وقال انتفع بهذا، لكنه لا يملكه. واستخدمون يعني كانوا يقتبسون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأنه الإنسان عليه صدقة على كل سلامة، على كل مفصل وعظمة صغيرة في جسده عليه صدقة لها، لأنها ليست له وليست ملكا له، فينبغي أن يشكر لها على أن أعطاه إياها. فقالوا إنه القاعدة في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز هبة ولا بيع ما لا يملك. أنا ما يمكن أن أبيع لك كتابا أو قلما أو سيارة لا أملكها أبدا، ولا أن أهبها لك، أخذها من شخص وأعطيها لك من المالك الحقيقي لا وأعطيها لك وأقول لك أنا أهبك هذه، هذا لا يجوز. فقالوا أنه طالما ليس الإنسان مالكا لجسده فكيف يتصرف فيه؟ والشيخ الشعراوي في فتواه الشهيرة في مصر كان هذا عنوانها، عنوان مقالته وفتواه في اللواء الإسلامي: الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها. الأمر الثالث والأخير عندهم، قالوا إن المصالح التي يذكرها من يؤيد هذا الأمر هي مصالح موهومة، وخاصة طبعا الفتاوى اللي صدرت في الستينات والسبعينات، كما قلنا إنه كانت نسبة الفشل أعلى من نسبة النجاح. فقالوا إن الأجسام المنقول إليها الأعضاء ترفضها، وربما الشخص يصاب بسرطان أو كذا ويموت، وبالتالي نسبة الأمان في تحقيق هذه المصالح ضعيفة، وبالتالي هي مصالح موهومة. وأذكر أيضا الحقيقة أنه حتى هذه اللحظة، يعني آخر مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية في 2009، بعض الفقهاء لا يزال متمسكا بهذا، وبعض الفقهاء يعتمد على قصص تنشر في الجرائد.
فمثلا بعض المشاركين في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في مصر قال أنه في فنانة مصرية مشهورة سافرت مع ابنها عشان تتبرع له بالكلية وكذا، فماتت المرأة ومات ابنها وكانت في لندن في أهم المراكز وكذا، وقال أنه هذا نشرته بعض الجرائد المصرية، لا ذكر المصدر ولا كيف، يعني هكذا تصوره أنه هذا أمر يحدث، وحتى المشاهير بيحدث لهم هذا الأمر، وبالتالي أنه في إشكالية في المصلحة هنا، أين هي المصلحة؟ قال أيضا بعض الفقهاء المريض لا يعود إلى حالته الطبيعية، وإن هم بيغرروا بالمريض ويقول له إنك هتكون إنسان سليم وصحيح، لكنه بيعيش مثلا على استخدام أدوية تقليل المناعة وكذا ولا يستغني عنها، فشككوا في مسألة المصلحة المتعلقة بالعلاج والتداوي. طبعا الفريق المجيزين وخاصة عندما كبرت الكتلة وشكلت جمهور الفقهاء كانوا في مرحلة زمنية متأخرة يعني بعد المانعين، فعلقوا على حججهم التي استخدموها، فقالوا مثلا بالنسبة لكرامة الإنسان حيا وميتا وحرمة أو معصومية الجسم، قالوا إنه القاعدة حتى في التراث الفقهي ليست مطلقة، إنه بناء على كرامة الإنسان لا يمس جسده حيا وميتا ليست مطلقة، لأن الفقهاء تكلموا مثلا عن شخص مات وقد ابتلع جوهرة أو مالا كثيرا أو كذا، كثير من الفقهاء قالوا يشق بطنه لأنه صاحب هذا المال يريده، بل قالوا حتى لو ماله لأنه صار حقا للورثة فمن حقهم يقولوا أنه يشق بطنه. المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين يظن حياته ويمكن استخراجه حيا قالوا أيضا تشق، فقالوا أنه الإيمان بكرامة الإنسان وحرمة جسده لا تعني ألا يمس على الإطلاق، وبالتالي القاعدة ليست مطلقة وهناك استثناءات. الأمر الثاني قالوا أنه التصور الفقهي لزراعة الأعضاء بأنه امتهان للجسد ليست الإشكالية مع المبدأ، ولكن الإشكالية مع تطبيق هذا المبدأ على هذه الحالة وهي زراعة الأعضاء. فمثلا الشيخ القرضاوي في كتابه زراعة الأعضاء في الشريعة الإسلامية قال أنه زراعة الأعضاء هي عملية جراحية، عملية جراحية تحدث بشكل يومي بعيدا عن مسألة زراعة الأعضاء. دعونا ننحي زراعة الأعضاء، طبيب عنده جسد مريض بيأتي بالمشرط ويشق هذا الجسد، قال لو سألنا أي مريض أو أي طبيب جراح وقلنا له هل أنت بتمتهن هذا الجسد لأنك بتشق فيه بالمشرط، لا المريض هيقر بهذا ولا الطبيب، لأن هو غرضه ونيته أن يساعد هذا الإنسان ويشفيه من مرضه. فمسألة الامتهان وأنه لا يحترم الجسد إلى آخره مسألة كانت قديما مثلا قبل اختراع العمليات الجراحية يمكن أن تتفهم في حرب بين الأعداء، فهذا يمثل بجسد هذا وهذا يمثل بجسد هذا، فالإسلام حرم هذا الأمر مقبولة، أما في مسألة العمليات الجراحية ومنها زراعة الأعضاء غير مقبول. المسألة الثانية ملكية الجسد لله وحده، أن المالك الحقيقي للجسد هو الله وليس الإنسان، قالوا أن هذه أيضا ليست على إطلاق. صحيح أنه المالك الحقيقي للجسد ولكل شيء في الكون بما فيه المال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كما يقول القرآن، صحيح هو ملك لله، لكن الإنسان له ولاية، مسألة حق الانتفاع هنا أعطته ولاية على الجسد. فمثلا أنا مثلا أعمل في مركز دراسات التشريع الإسلامي والخلاق في الدراسات الإسلامية، أنا أتقاضى راتب لأنني أؤجر جسمي وعقلي لهذا المركز ولهذه الكلية، وبالتالي أحصل على المال. لو قلنا بقى أنه ليس من حقي أنه أستخدم الجسد في أني أتقاضى مال لأنه ليس لي وأنه هو للمالك الحقيقي كل شيء هذا بالمالك الحقيقي، تبقى في إشكالية كبيرة جدا في الانتفاع بالجسد بأي شكل من الأشكال. فقالوا أنه مسألة ملكية الجسد لله وحده تعني أن ولاية الإنسان على جسده محدودة، فمثلا أنه يبيع جسده ويبيع أجزاء من جسده نقول لا لا يمكن، أنه شخص يأخذ شيء من جسده بدون رضا المتبرع كمان نقول لا ونمنع هذا، أما أن نمنع العملية برمبتها فهذا لا يمكن. المسألة الثالثة المصالح الموهومة، قالوا إحنا نحن وإياكم اللي هم فريق المانعين نتفق على مسألة، نقول أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء إلا عند تحقق مصلحة للمنقول إليه وعدم الضرر بالمنقول منه، نحطها شرط ما فيش أي مشكلة في الموضوع، بحيث أن المصلحة عندنا لا تقل عن ظن راجح أو ظن غالب
أو عادة كما قال المجمع الفقهي في مكة المكرمة، وقالوا إن التقدم الطبي في هذا المجال خاصة مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات في إنتاج العقاقير المثبطة للمناعة والتي تقاوم رفض الجسم للأجزاء المزروعة فيه، قالوا إن هي هذه حلت المسألة. الدكتور البار مثلا في كتابه الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، والكتاب منشور في عام 94، وبالتالي الإحصائيات ترجع إلى فترة زمنية كبيرة، يعني ممكن دكتور رياض في كلمته يضيف لنا على هذا ويحدث الإحصائيات، لكن الدكتور البار يعني ركز على هذه المسألة، وأن المصالح في مسألة زرع الأعضاء ليست موهومة، وأنه لا ينبغي أن نستدل على وهمية المصالح بأشياء تنشر في الجرائد، وإنما هناك إحصائيات علمية تستقصي عدد الحالات التي تم زرع الأعضاء، ما هو فيها ناجح وما هو فاشل، عدد المرضى اللي زرعت فيهم الأعضاء بيعيشوا كم فترة، والعضو المزروع يبقى فاعلا ونشطا إلى كم فترة. فذكر أنه النسب مثلا في القديمة تصل مثلا إلى 25% لمن يعيش مثلا 3 أعوام بعد زرع القلب، لكن قال الآن وهو يتحدث عن عام 94 قال وصلت إلى 70%، من يعيش مثلا عام واحد 85%، فيما يتعلق بالكلى ذكر من 90 إلى 95%. فقال إنه إذا لم يكن هذا ظنا راجحا فما هو الظن الراجح إذن؟ إذا كانت هذه النسب لا تعني ظنا راجحا فما هو الظن الراجح إذن؟ ذكر حتى إنه في العالم العربي ليس فقط في المراكز المتقدمة، قال إنه حتى عام 91 في السعودية فقط في أكثر من 30 امرأة تمكنت من الحمل والولادة بسلام بعد زرع الكلى فيها، وبالتالي ناس عاشوا حياة طبيعية حتى وصلوا إلى الحمل وغيره. المجيزين أيضا أضافوا بقى حججهم هم الخاصة بهم في مسألة زرع الأعضاء والتبرع بها. قالوا أن التكييف الفقهي ليست مسألة التمثيل بالجسد وليست مسألة ملكية الجسد ولا هذه الأمور، إنما هو تداوي. كما قلت في البداية أنه فكرة زرع الأعضاء نحن نستخدم إنسان لعلاج إنسان آخر، فقالوا إنها مسألة تداوي علاج، والتداوي في أصله مشروع في الإسلام، وهذا نوع من التداوي تحفظ به النفوس، والتي هي واحدة من الضروريات الخمس في الإسلام، مقاصد الشريعة التي تقصد الشريعة إلى حفظها بين الناس. فأمامنا شخص في طريقه إلى الموت ولا نحجزه إلى الحياة إلا بهذا النوع من التداوي، نحن نأخذ عضو من شخص ونزرعه في هذا. الشيخ القرضاوي أيضا ذكر مسألة الصدقة، قال إن الصدقة في الإسلام في مفهوم بعض المسلمين أو كثير منهم هي التبرع بالمال وفقط، لكن قال عندنا نصوص واضحة وصريحة في أن كل معروف صدق. وأذكر أنه أحد العلماء ذكر أنه الصدقة لو تتبعنا إحصائها في الإسلام أنه تبسمك في وجه أخيك صدقة، وسكبك من دلوك في دلو أخيك صدقة إلى آخره، قال أنه الصدقة بالمفهوم المعاصر هو كل فعل حضاري، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل فعل حضاري يعني يعجب الناس ويبهج الحياة فهو صدقة. فالشيخ القرضاوي قال إن التبرع ببعض البدن صدقة، بل إنه صدقة أعلى من التبرع بالمال، لأنه إحنا بنستخدم المال للحفاظ على الجسد، فعندنا الجسد أهم من المال، إنسان ممكن يخرج من ماله كله من أجل أن يشفى من مرض واحد، فإذا تصدق بهذا فما بالك أنها تكون بأعلى الصدقات وأبر الصدقات. قالوا أيضا إنه مسألة المصالح والمفاسد لا ينبغي أن ننظر إليها على أن هناك مصلحة خالصة محضة ومفسدة خالصة محضة، واستخدموا يعني كثير من النصوص القديمة عند العلماء إنه لا توجد مصلحة خالصة إلا فيما ندر، كما يقول العلماء نادر جدا في الحياة تجد مصلحة لا يشوبها أي ضرر على الإطلاق. وقالوا إنه الحديث عن إنه التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء قد يأتي بضرر، أي نقر هذا، نقر هذا، لكن الإشكالية هنا الموازنة بين المصلحة والمفسدة، الموازنة بين النفع والضرر، فقه الموازنات هذه المسألة المهمة، وإنه هذا لا يمكن أن يقوم به يعني الفقيه وحده، ولكن الطبيب لابد أن يكون له دور أيضا في مسألة الموازنة بين هذا وذاك.
أصل إلى الخلاصات والختام. هذا النقاش الطويل الممتد الآن لأكثر من 6 عقود بين لنا أنه أولا أن مسألة المكتشفات الطبية لا يمكن أن تعمل بعيدا عن الدين، وأنه مجرد إتاحة تكنولوجيا معينة مهما كان يعني فيما بدا للناس صلاحها ونفعها أنه الناس يستخدموها وانتهى الأمر وكذا، لا، الدين جزء من الموضوع، وليس فقط هذا في العالم الإسلامي. حضرت أنا في أكثر من دولة في أوروبا وغيرها، الدين مسألة مهمة، الدين مسألة مهمة، وبالتالي لأنه مصدر من مصادر الأخلاق، فكل شخص عنده دينه سواء كان إسلاما أو مسيحية أو يهودية أو غيرها يهمه أن يستفيد من هذه التكنولوجيا بما لا يعارض دينه. فالسؤال الديني مطروح دائما ومهم دائما، لا يمكن أن نفصل هذا عن ذاك. المسألة الثانية أنه لما صدرت الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء تقريبا وغيرها من التكنولوجيا الطبية الحديثة، تقريبا انتهى السؤال القديم، هل يجب أن نفتح باب الاجتهاد؟ يجب أن يبقى باب الاجتهاد مغلقا؟ سؤال هل تقريبا انتهى، وصار السؤال كيف؟ كيف يمكن أن نجيب على هذه الأسئلة وكيف يمكن أن نمارس الاجتهاد؟ وكان هذا ميلادا للاجتهاد الجماعي، وقبل الفقهاء بوجود الأطباء على الطاولة، وأنه يكون جزء من التصور الإسلامي للتعامل مع القضايا الأخلاقية المرتبطة بزراعة الأعضاء. أيضا سؤال مهم، هل مسألة التبرع بالأعضاء لا تزال محل خلاف بين الفقهاء؟ هناك أمور الحقيقة ينبغي أن تخرج من دائرة الخلاف، لأنه تقريبا ما عاد عليها خلاف مع امتداد الزمن. أولا أنه جواز نقل الأعضاء من جسم الإنسان إلى ذات جسم الإنسان، بننقل جلد مثلا من مكان إلى مكان، أنسجة من مكان إلى آخر، تقريبا هذه يعني انتهى النقاش فيها. نقل من حي إلى حي بشروط أنه لا يضر المنقول منه ويفيد المنقول إليه إلى آخره، أيضا تقريبا هذا انتهى. مسألة زرع قرنية العين حتى بعد الوفاة تقريبا أيضا الخلاف فيها صار بسيطا جدا. هناك أمور أيضا اتفاق على المنع فيها، بيع الأعضاء تقريبا لم أجد فقيها ولا عالما ولا مفكرا قال بأنه بيع الأعضاء هذا جائز من الناحية الإسلامية. نقل الأعضاء التناسلية والأعضاء التي تحمل الكودات الجينية للإنسان والآخرة ممنوع أيضا بسبب اختلاط الأنساب. أيضا ما يمكن أن يحجم لنا مسألة الخلاف هو أن كل رأي فقهي، ليس فقط في مسألة زراعة الأعضاء، كل رأي فقهي بني على معرفة طبية ومعلومة طبية تغيرت هذه المعلومة، إذن لا يمكن أن ينقل هذا ونقول إنه جزء من الخلاف، لأنه بناه على معلومة ما ثم انتهت هذه المعلومة، بناه على مسألة إن فيها خطورة سواء من المنقول منه أو المنقول إليه ثم انتهت هذه الخطورة وما عادت أو ما عادت بهذا الشكل، إذن لا يمكن أن ينقل هذا محل خلاف. فأنا أرى أنه فيه أشياء ومعطيات كثيرة تقلل وتحجب من دائرة الخلاف، ويمكن أن تأتي بنا في وقت من الأوقات إلى ما أسميه أنا بالإجماع الناعم، soft consensus نستعيرها من إخواننا القانونيين، أنه في شبه إجماع حول المسألة وإن لم نستقصي كل فرد فيها. لكن هناك أسئلة الحقيقة تدور في أذهان العوام، والدراسات الموجودة في علم الاجتماع تحكي هذا، وأسئلة تدور في أذهان الناس وتجعلهم يحجمون عن مسألة التبرع بأعضائهم، والحقيقة نقاشها ضعيف وضئيل جدا وربما غير موجود على الإطلاق في النقاشات الفقهية. مثلا عندما ننقل عضو، يعني أنا تبرعت بعيني إلى شخص، هذا الشخص استخدم العين في النظر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى، تأتي على حساب مين بقى؟ سيأتي تيجي على حسابي اللي أنا تبرعت ولا على حساب اللي نقل إليه؟ هل أنا أحمل ذنبه ولا لا أحمل ذنبه؟ طيب الحساب هيكون على مين؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ده هيشهد العين دي هتشهد على مين؟
على اللي كانت عنده في الآخر ولا اللي كانت عنده في الأول إلى آخره. هناك إشكاليات، مثلا أنا تبرعت بكبدي للوفاة ثم ذهبت إلى شخص مدمن خمر، كبده تفتكت بسبب إدمان الخمر. طيب ما أنا وأنا أعنته على معصية عشان يكمل مسألة إدمان الخمر. هذه مسائل ردودها يعني الحقيقة عند بعض العلماء بسيطة أو صريحة، يقول لك لا 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 مفيش إشكالية وربنا على كل شيء قدير، وممكن هذه الأمور كلها تثار، لكن أرى أنها مسائل مهمة بالنسبة للعوام وتحتاج إلى نقاش. التبرع من الأموات أيضا في إشكالية كبيرة، وإن كان مجمع الفقه الإسلامي في جدة له قرار فيها، وإنه الموت الدماغي هو موت من منظور إسلامي، لكن الحجج المقنعة في حاجة إلى بسط وإلى تفهيم لعموم الناس أيضا، وخاصة الخلافات الموجودة عند الأطباء هذه أيضا مهمة. أيضا في نقطة تؤرقني كثيرا وأجعلها آخر نقطة عندي، وهي مسألة الاهتمام بالحكم الشرعي وحده، وكأنه إن الحكم بالجواز أو المنع هو الذي سيحل المسألة كلها. يعني أذكر لما كنت في جامعة ليدن في هولندا، كان وزارة الصحة تريد فتوى بأنه هذا أمر جائز، وتظن أن المسألة خلاص تنتهي لما يجينا لجنة وتقول الأمر جائز انتهى الموضوع مع المسلمين. فأنا قلت لهم أنه المفتي لن يستطيع أن يعطي أكثر من جائز، أنه هذا أمر مباح في الإسلام، وبالتالي يكون اختيار للمسلم. مسألة أنه العلماء يفتوا ليس معناها إنه المسلمين سيقفوا طوابير من أجل التبرع بالأعضاء أبدا. الحكم الشرعي هو جزء من المنظومة، ولكن المنظومة أكبر من هذا بكثير، علينا أن نستفيد منها. فمثلا هناك دراسات معمقة تقول إنه الأشخاص الأكثر تعليما هم الأقرب إلى التبرع بالأعضاء من الأقل تعليما، وبالتالي إذا كنا في دولة تريد أن تزيد من نسب التبرع بالأعضاء عليها أن تزيد نسب التعليم، أمر معروف. معروف أن الناس الذين عندهم استقرار وظيفي ليس قلقا على مستقبله أقرب إلى التبرع بالأعضاء من غيره، اللي ما عنده وظيفة أو قلق من المستقبل. الإنسان يفكر فيما بعد الموت إذا كان مطمئنا في الحياة، فينبغي للدولة أن تبعث الاطمئنان هذا اقتصادي وسياسي وغيره في نفوس الناس، وإلا لن يقدم حتى لو جبت له مليون فتوى. يعني هي أباحت له لكنه مشغول بأمور أخرى. وعندنا مثلا مصر يعني في الورقة اللي أنا وضعت فيها الفتاوى، مصر تقريبا هي أكثر دولة صدرت فيها فتاوى تجيز إباحة نقل الأعضاء، ولا يوجد فيها قانون حتى الآن ينظم هذه المسألة، ولا تزال المسألة تجارة الأعضاء فيها قائمة مثل الهند وغيرها من الدول. إذا غاب التشريع بدأت المسائل غير الأخلاقية، وبالتالي الفتوى لن تحل كل الإشكاليات. أنا طبعا أؤكد على أن الدين مهم وأن الفتوى مهمة، فلو صدر عندنا إفتاء بالمنع خلاص المسلم لن يفكر بقى في مسألة أنه يتبرع ولا لا يتبرع، تعليم أو غير تعليم أو غيره. فأرى أن الأبعاد الإنسانية أبعاد مهمة، وأنه بعد حقوق الإنسان بعد في غاية الأهمية. فإذا أفتى العلماء بالإباحة فهناك من العوارض والقرائن ما يمكن أن تحول هذا إلى المنع والتحريم والتشديد في التحريم. فمثلا إذا أباحنا التبرع بالأعضاء ثم صار عرفا وتقليدا أو قانونا أو لم يكتب في قوانين، إذن الفقراء هم اللي بيتبرعوا والأغنياء هم اللي بيتلقوا، فهذا أمر غير مقبول لأنه ده تمييز. إذا صار إنه طائفة من الناس طيلة الوقت هي اللي بتتبرع وطائفة من الناس هي اللي بتتلقى، هذا أمر غير مقبول أيضا ويؤدي إلى المنع، ليس بسبب أنه التبرع بالأعضاء حرام ولكن بسبب هذا التمييز. فحل الإشكالية يبدأ بالأحكام الشرعية وبالفتاوى، لكنه لا ينتهي بها، هناك أبعاد أخرى لابد أن تنظر إليها الدول والمؤسسات المعنية بهذا الأمر. وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر لأستاذي الكريم محمد غالي حسن عرضه للنقاشات الفقهية والأخلاقية المتعلقة بزراعة الأعضاء، وأدعو إلى المنصة فضيلة الدكتور رياض فاضل أستاذ جراحة المسالك البولية وزراعة الأعضاء، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة حبيت أبدي كلامي
محاضرتي بموضوع تعريف زراعة الأعضاء. هي عملية جراحية لنقل عضو من شخص عضو سليم من شخص إلى آخر يشكو من عجز في وظيفة ذلك العضو بهدف إعادة الوظيفة إليه وإنقاذ حياته. لذلك تعقيبا على دكتور محمد، عملية جراحية وهي مداواة وهي طب، وهي مو موضوع تجميل، هي لإحياء النفس وإحياء نجي على تفاصيلها لاحقا. ما هي الأعضاء هذه؟ هي مو أعضاء غير حيوية، أعضاء حيوية لا يمكن لشخص أن يحيا بدونها. فهي مو بس دواء، الدواء ممكن أن يعالج عرض من أعراض أو مشكلة من مشاكل الشخص. العضو يتألف من عديد من الأنسجة، وهذه الأعضاء تؤدي إلى وظائف عديدة. لا يمكن الاستعاضة عن الكلية بجهاز غسيل الكلى، جهاز غسيل الكلى يؤدي وظيفة واحدة من وظيفة الكلية. فحقيقة زراعة الأعضاء هي علاج لا يمكن وجود بديل إلى حاليا، لا بالتداوي ولا بالأجهزة الموجودة حاليا الطبية. الأعضاء اللي ممكن تنقل من شخص إلى آخر هي الكلية والقلب والكبد والبنكرياس والرئتين والأمعاء وأنسجة. الأنسجة هي القرنية والجلد والعظم ونخاع العظم. عدد العمليات اللي تجرى بالعالم عدد كبير، كل سنة حدود 90,000 إلى 95,000، عدد كبير، بس هذا قليل جدا بالنسبة لقوائم الانتظار. قوائم الانتظار دائما نحو الأعلى قوائم التعد. عدد العمليات، أنا هذا السلايد حدثت اليوم، هذا العدد إحصاءات السلايد القبل اللي كان عندي في المحاضرة 2005، عدد عمليات الكلية في 2005 كان 60,000، زيادة 5,700. فنسبة الزيادة في الأعضاء المزروعة هي نسبة قليلة جدا نسبة إلى قوائم الانتظار. والإنسان ينتظر عدة سنوات حتى يحصل على كلية، وهذا الانتظار لما يحصل 3 سنوات حتى يحصل على كلية، كل سنة 20% من اللي على قوائم الانتظار وعلى أجهزة الغسل، هذه إحصائيات عالمية، يتوفون. فإذا قد كثير من عندهم على قوائم الانتظار يتوفون قبل أن يحصلون على عضو. هذا بالنسبة للكلية، بالنسبة للقلب نفس الشيء، بالنسبة لكل الأعضاء المهمة. وإذا للكلية أكو أجهزة اسمها أجهزة غسل كلى، فللكبد ماكو، للقلب ما في، وهكذا. فيعني الموضوع هو موضوع لا بديل له، مو موضوع أنه أبدل جهاز أو علاج. أنا أتمنى كل شخص مانع أو يفتي بعدم جواز الزرع أن يكون معانا في المستشفى ويشوف احتياج المرضى، احتياج المرضى وشنو التأثير اللي يسوي عليهم الزرع. زين، إذا هي عملية جراحية ليش نحتاج التشريع؟ احنا نسوي المرارة ما نحتاج تشريع بيها، احنا نسوي العمليات البروستات ما نحتاج تشريع، ليش بالزرع نحتاج تشريع؟ لأنه بين الطبيب والمريض أكو طرف ثالث اللي هو المتبرع. والمتبرع كما تفضل دكتور محمد قد يستغل، قد يشترى من الكلية قسرا وإغراء بالمادة إذا هو كلش فقير. فالتبرع 3 أشكال، اللي هو متبرع 2 أساسيين، اللي هو من الأحياء عادة من الأعضاء المزدوجة في الجسم، من اللي هي الكلية. احنا عندنا كليتين، رب العالمين خلقنا بكليتين، نحتاج إلى كلية واحدة، فممكن نقل كلية إلى شخص آخر، بس ما ممكن نتبرع بالقلب، ما ممكن نتبرع بالكبد كله، نتبرع بجزء من الكبد. فأثناء الحياة ممكن نتبرع بجزء من الكبد ومن الكلية، وهذا يصير عادة بين الأحياء الأقارب. وأفضل نتائج هي من لما يكون من قريب، لأن المطابقة أحسن. وأفضل نتائج لما يكون من حي وليس من ميت، نسبة نجاح العمليات أكثر، عمل العضو يكون أفضل في الزرع.
وهناك تبرع من الأحياء غريب ما نعرف question mark عليه ليش تبرع، ومرتبط عاطفيا زوجته، صديق طفولته، صديقة بالمدرسة، صديق عمل. هذه هي العلاقات اللي نسميها عاطفيا، فممكن يتبرع مو blood related، مو صفة جينية بيناتهم تجمعهم، تجمعهم صفة القرابة العاطفة. هناك تخوف عزوف عن التبرع، وهذا مو مشكلتنا لا في قطر ولا في العالم العربي، هذا مشكلة العالم كله، عزوف عن التبرع. ليش؟ الخوف من أتوفى بالعملية، خوف من يصير عندي عجز بالكلية بعد التبرع، يخاف من أنه الزرع يفشل، من أريد أتبرع لأبويا أخاف أنه بعدين بر الزرع يفشل الزرع عند أبويا وأني أكون خاسر كليتي. هذه كلها حقيقة تبريرات واهية. أولا إذا أنت راح تسوي عملية التبرع، راح تروح تتبرع كليتك في مستشفى ومركز جيد طبي، لن يؤخذ العضو منك إلا بعد التحقق 100% أنه زوال هذا العضو لا يؤثر عليك مستقبلا. هاي واحدة. بالمناسبة إحنا في قطر نسبة اللي نرفضهم أكثر من اللي نقبلهم، وهم أقارب. البارحة الإحصائية بدنا نسويها 27% تم قبولهم فقط من اللي يجون يتبرعون لأقاربهم، لأنه أكو عندهم عائق صحي اللي إحنا ما نقبله عليه حتى لو بالمستقبل. يعني حاليا هو صحته ممتازة ماكو مشكلة عليه، بس نتوقع أنه رفع الكلية راح يسبب له مشكلة في المستقبل، نقول له ما راح نأخذ. فهذا الموضوع، الموضوع هو ذمة الطبيب وهو ثقتك بالمركز الصحي. إذا مركز صحي جيد، مركز طبي رصين، تبرع به وأنت مرتاح. المشكلة تصير لما تبرع في مراكز اللي راح نحكي عليها بعد قليل. وللعلم زيادة في الموضوع، هذه إحصائية عن آلاف المتبرعين ومنشورة، معروف طبيا وهذه دراسات عالمية إنه المتبرع بالكية يعيش أطول من الغير متبرع. ليش؟ لأنه المتبرع أصلا بالأصل بخط الشروع في يوم اللي رفعت الكلية مالته هو صحته أحسن من الباقي، أحسن من صحة الناس العاديين. وثانيا بعد التبرع هو متابعة مستمرة، وهذه المتابعة المستمرة إذا صار عنده سكر راح يتعالج بيوم رقم واحد، إذا صار عنده ضغط كذلك، إذا وهكذا. فلذلك صحتهم أفضل من صحة الغير متبرعين. ومن الخبرة الشخصية مع المتبرعين، الله سبحانه وتعالى يبارك في يرزقهم ويبارك في حياتهم ويبارك في أولادهم. وحقيقة ما شفت احنا المتبرع اللي يتضرر من نتيجة التبرع مالته. ثانيا العمليات لم تعد بجرح كبير، اصبحت بالناظور. المريض بدل ان يطلع بيوم واحد، بدل ان يطلع بشهر من المستشفى او اسبوعين، يطلع بيومين. في ثاني يوم يقدر يروح للبيت، وخلال اسبوع يقدر يرجع للعمل. فحتى انقطاع عن دوامه وعن حياته الاعتيادية ماكو. موضوع العزوف عن التبرع بعد الوفاة، كثير من المواضيع كلها جهل. الجهل ناتج عن خوف انه انا اذا اتبرع بعد الوفاة قد الاطباء ما يسعفوني ويخلوني اموت حتى ياخذون حياتي. وهذا حقيقة فكر جدا خاطئ، لانه طبيعة عملنا، انا من مسؤول عن المتبرعين، أنا مالي علاقة بالتحضير مالي المريض قبل وفاته. المسؤول عن المتبرع عن المريض الميت، المسؤول عن المريض قبل الوفاة في الإنعاش هو طبيب مخالف عن التيم اللي له علاقة بالزرع. هم أطباء العناية المركزة وهذا شغلهم هو إدامة الحياة، بس عندما يحدث الوفاة
يسأل فريق الزرع والتبرعين يتبرع، هل هو متبرع أو غير متبرع؟ بعدها يناقش موضوع التبرع مع الأهل وتأخذ يستحصل الموافقة لرفع الأعضاء ويتم التبرع. فإذا الموضوع مفهوم خاطئ لدى المجتمع. موضوع التشويه بشكل ما تفضل أستاذ محمد، الموضوع ماكو تشويه، عملية جراحية وترفع بها الأعضاء في صالة العمليات بكل احترام وتقدير وعدم امتهان لكرامة الإنسان. كثير من عندهم يقول الدين، مو بس بالإسلام، كثير من المعتقدات أنا أعتقدها من دراستي للموضوع هو مو موضوع الدين، موضوع كلتشر، موضوع ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع هي تمنع التبرع بالأعضاء. ثانيا احنا من شفتنا عندنا هسه القائمة راح اشوفكم اياها بعد شوية 19 متبرع بالأعضاء بعد الوفاة، من ضمنهم المسلم والمسيحي والهندوسي. اللي هندوسي يقولون احنا ما نتبرع، بس هندوسي وأديان اخرى. فحقيقة ماكو مانع ديني، لو اكو مانع ديني كان فعلا ما حد يتبرع من هالدين او ذاك الدين. ما اتصور اكو مانع ديني وانه مانع مجتمعي. المجتمع والناس تعلم ناس، ولذلك الثقافه المجتمعيه اعتقد هي اهم من كل شيء. زين، البديل شنو؟ البديل ما عندي اعضاء في بلد، هل مفهوم انه مرضاي لازم يطلعون برا يشترون اعضاء من الخارج؟ لان انا ما عندي تجاره هنا. وهي هاي المصيبه، هاي المشكله. الانسان المريض هو وعائلته ينظرون الى الخارج قبل ما ينظر الى الداخل، الى داخل بيته. اذا انا مريض في عجز اعضاء انظر الى بيتي اولا، الى جيراني ثانيا، الى عشيرتي ثالثا، الى اصدقائي رابعا. ما معقولة احنا بلد حاليا عندنا 80 على قائمة الانتظار ينتظرون زرع كلية. هل معقولة بالمليون نفر اللي عايشين في البلد هذه ماكو احد يتبرع لهم؟ لا قبل الوفاة ولا بعد الوفاة، ما معقولة. الموضوع اكو شيء نقص، اكو شيء نقص. نعم ماكو احد بالعالم مكتفي ذاتيا، ماكو احد وصل انه ما عنده قوائم انتظار، كل العالم فيها قوائم انتظار. بس احنا نقدر نحسن وضعنا بالثقافة المجتمعية خلال الحياة وبعد الوفاة كذلك. التبرع بالأعضاء هي ليس مسؤولية فرد، هي مسؤولية مجتمع. إذا المجتمع كله متفهم الموضوع ممكن أن يعالج مشكلته ويحقق اكتفاء ذاتي. المتبرعين قدر اللي ينتظرون الزرع. التجار بالأعضاء هي استدراج لأشخاص بهدف رفع الأعضاء منهم بوسيلة معينة، قد تكون الضغط بالقوة، قد تكون بالإغراء بالمال، قد تكون الاختطاف أو الاحتيال بوسيلة من أي الوسائل. وتجارة تجارة الأعضاء أصبحت تجارة مع الأسف رائجة في كل أنحاء العالم موجودة. وين تتواجد؟ تتواجد في كل منطقة فيها فساد إداري، في كل منطقة يتطابق لو شفنا خارطة العالم في الفساد الإداري والطبي وخارطة العالم في الفقر نشوف أنه المكانات اللي متطابقة هي البيئة، هي البؤر حارة، تدعى بؤر حارة لتجارة الأعضاء. هذه خارطة الفساد في العالم. انظر اللون الأحمر، انظر اللون الجوزي البراون في خارطة الفقر في العالم، وانظر إلى خارطة البؤر الحمراء الحارة لزراعة الأعضاء نفسها. طبيب ما عنده ذمة وضمير، مجتمع لا يرعوي، ناس فقراء ميتين من الجوع، يريد يطبب زوجته او يريد يوكل ابنه، الوحيد اللي ما عنده شيء يبيعه غير اعضائه، والطبيب لا يمانع، القانون قد يشجع
بعض الدول تسميها سياحة طبية، والمريض الميسور جاي مستعد يدفع. كملت المعادلة، كملت الحلقة، النتيجة شنو؟ يمكن المناقشة دائما مرات يقول لك انت ليش تعارض؟ هذا فقير يحتاج المادة، واكو جراح يزرع لي، واني ابن عمي راح زرع نفس الطريقة، واني محتاج الكلية، واني عندي فلوس اعطي، شنو المشكلة؟ هذه صدقة، وهو دا يسوي فضل علي، الله يعطي الجنة برأسي. اسمحوا لي اشوفكم الاحصائيات. هذه قرية في جنوب شرق آسيا، ما أريد أذكر المكانات، تدعى بالقرية الكلية. المصور وقف 6 أشخاص قال لهم شوفوني بالخاصرة، كلهم مرافعين كليتهم. وهذه قرية أخرى، هذول كلهم طوعوا بالشارع قالوا إحنا رافعين. واضح؟ وهذه مبين من الكومبلكشن، معروف أي بلد هذا. فحقيقة أنا أعتقد إنسانيتنا تمنعنا، مو بس ديننا، ديننا والعرف والتقاليد وإنسانيتنا من لازم تمنعنا أن نحذر كل مريض وكل مواطن أينما يكون في العالم، في قطر وفي غير قطر، من هذا الموضوع هذا، أنه لا اسأل عن المصدر مال العضو. وفي بلاد أخرى يؤخذ الأعضاء بعد ما يعدم المريض من السجن، يسأل المريض ما هو صنف دمك، يقال له O positive، يقول له تعال يوم الاثنين القادم، لأن يوم الاثنين القادم موعد إعدام شخص O positive. أين الكرامة؟ أين الأمين المروة؟ هذا اللي يقول لي المريض هذا رح يستفاد ماديا، أقول له شوف هذه الإحصاءات أجريت في هذه البلدان من 350 متبرع، 86 تهورت صحتهم بعد التبرع. أصلا قبل التبرع بس 28 ما رجعوا لفايلاتهم الطبية، لقوهم 28 فقط بالمية هم صحتهم صالحة للتبرع، لأن الطبيب ما يهمه، لا يهم المريض من يجي من الخارج جاية، صحته يتحمل ما يتحمل يزرع له، ولا يهم المتبرع شنو بيتدرن بهيباتايتس ما يهمه، ياخذ الكلية ويزرعها، ياخذ الكبد ويزرعه. اسأل عن المصدر مال العضو راح يجيك. وهذه من بلد أخرى، نفس النقود اللي تذكر انه انا اعطي كذا، اعطيت 3000 دولار، ما يصل الى المتبرع هو جزء يسير، السمسار هو اللي يستفيد، جو بتوين هو اللي يستفيد، والجراح قد يستفيد. الاستفادة من البحوث اكثر المستفيدين هو السمسار، اما المتبرع يمكن 96 هو حتى يسد دين تبرع، وبقى مديون ب 75%. ما احكي اكثر. فاذا لا فدت المتبرع ولا فدت نفسك. الفائده انت فدت نفسك، هذا الجواب. هذه النتائج اللي طلبني اعلق عليها استاذ محمد. هذه في الكليه، وانا اتحدث عن اختصاصي حتى لا اتجاوز. اليوم المعروف انه طول حياه الكليه هي 12 الى 15 سنه بعد الزرع، هذا العمر الطبيعي. اكو مرضى عندنا 25 سنه عايشين، فالاعتياد هي 12 الى 15 سنه. اليوم النسب هيجي، هذه جمعتها من 17 دراسة في العالم، 17 دراسة في العالم، مجموع 1960 مريض، عدد اللي فقدوا كليتهم في أول سنة هو بحدود 30%، واللي فقدوا حياتهم بحدود 10 إلى 20%.
واضح؟ المفروض ماكو وفاة بعد الزراعة، نسبة جدا قليلة، 1% كلش هواية أول سنة بعد الولاء بعد الزراعة. بينما عندنا في قطر إحصائياتنا 11% الوفاة أول سنة بعد الزرع التجاري في الخارج، و10% يرجعون إلى أجهزة الغسل إضافة للعشرة، يعني 20% يفقدون كليتهم أول سنة. فإذا أي نتيجة هذه؟ نعم قد يكون عندك ابن عمك أنت صار زرع وحظه زين، بس قد تكون أنت من 20%. فإذا الخطر كبير، النتيجة سيئة على المتبرع وعلى المستلم. هذا مثال في جنوب أفريقيا، هذا باعت كليتها إلى، والنتيجة هوية ومعاه رجعت إلى أجهزة الغسل بعد أسبوعين، الاثنين فشلت العملية وهي احتاجت إلى غسل، معناها هي غير صالحة للتبرع أصلا. شو نسوي؟ ماكو غيرها، التبرع بالأعضاء. إذا عندك مريض بالبيت دور على متبرع في عائلتك، في عشيرتك، في بلدك. وكليتنا لازم نوعي اللي نقدر عليه في بيتنا، في مدرستنا، في كليتنا، في معهدنا بخصوص التبرع بعد الوفاة. زين؟ كثير من الأشياء احنا كثير نتمنى بالأماني، راح يطورون فلان جيت، كثيرا من الاعلام حقيقه يتصلون، اخوان الاعلاميين يتصلون، اكو فلان جهاز صنعوه بفلان بلد. لحد الان العلم ما طلع شيء يعوض عن العضو. نعم اجهزه الغسل اصبحت اصغر، تزرع في داخل الجسم، بس هي تؤثر وتؤدي وظيفه واحده. وكثير من الاعضاء ما لها بديل، قلب سووه من معدن وزرعوه، هذه حقيقه مو منطق. حيوانات بها كلى لإنسان تزرع، احنا شلون إنساني؟ يعني حقيقة هذه قد تحقق بعد 10-20 سنة، بس لمرضانا الحاليين وفي عمرنا ما راح نشوفها. ماكو هيش تطور، ما صار بها التطور، هاي صار سنين التجارب، لحد الآن ما صار بها التطور اللي نقول عليه باكر الحل اللي راح يخلينا نستغني عن الأعضاء. الأعضاء لازم تجي من الإنسان، ولازم نحاول جهدنا أن نحقق التبرع ضمن مبادئ أخلاقيات الطبية، الشريعة الإسلامية ومبادئها، والقانون والتعليمات الإنسانية العامة في هذا الموضوع اللي تحكم الشيء. الأشياء الأساسية اللي احنا الأطباء هو المبادئ الأخلاقيات الطبية، احترام الإنسان وكرامته، التزام بتقديم المنفعة على مستوى الفرد والجماعة، توخي العدالة وعدم تغليب مصلحة مريض على آخر، عدم الإضرار بمصلحة المرضى والمتبرعين، واستقلالية القرار. لازم المتبرع يأخذ القرار بنفسه بدون ضغط. أحيانا تجي بنته تحت ضغط تتبرع له، وأحيانا يجي ابنه تحت ضغط يتبرع له، هذه ما مقبولة. يجب أن يكون الدافع ذاتي للتبرع وعدم الخوف. مبادئ الصحة الدولية، مبادئ الصحة الدولية كثيرة، كلها نفس المبادئ، تتكلم على نفس النقاط اللي ذكرتها أنا، هي كلها نفس المبادئ وكلها أخلاقيات طبية. والقانون هو طبق الأصل، هذا قانون 21 لسنة 97، الجايدلاينز اللي طلعت من WHO بال 95 صدر قانوننا، يحتويها كلها، يضاف إلى حقيقة أجاز رفع الأعضاء وزرعها، التبرع بموجب، شوف القوانين هي مو على مود الزرع، كل القوانين قروها كلها بخصوص المتبرع، لحماية المتبرع. المتبرع عندنا أهم من المستلم، مستلم مريض وجراح عملية جراحية، الهدف هو أصل المتبرع وشلون ناخذه من عنده بدون أن يكون تحت ضغط وتحت إجبار. من الأشياء اللي ينفرد بها قانوننا حقيقة هو عقوبة، لأن كثير من القوانين العالمية تذكر
لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بس شنو عقوبة؟ ماكو عقوبة في بلدنا فيها عقوبة السجن من 2 إلى 10 سنوات بعيد عنكم الشر لكل من يخالفه، وهذا يضمن اللي الطبيب وغير الطبيب والجراح وحتى من يبيع الكلية أو يبيع أو يشتري، لأن هذا خلاف القانون. القانون يقول لا بيع ولا شراء، فإن حدث البيع والشراء فهو مخالف للقانون. زين، هذا القانون حقيقة احنا عندنا في 2008-2009 صارت واضح انه كل الناس اللي عندنا قطريين وغير القطريين يسافرون برا يزرعون، واحنا عدد الزرع عندنا قليل، فقلنا لازم نروح ابعد من القرار ابعد من القانون. فحقيقة وصلنا الى شيء يسمى دوحة دونيشن اكورد، اللي هو اتفاقية الدوحة للتبرع بالاعضاء. الهدف منه هو تطوير زراعة الاعضاء وتنشيط التبرع بالاعضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحق من ظاهرة سفر القاطنين في قطر لاجراء عمليات زراعة الاعضاء خارج البلاد ومعالجة المعوقات الخاصة في دولة قطر. احنا للبلد نسوينا المبادئ هي هاي نفسها، تقولون هاي نفس المبادئ، وين اللي ابعد من القانون؟ هذه نفس قوانين نفس مبادئ القانون، اللي ابعد منها شنو؟ كذلك هذه مو جديدة، يمكن تنميط المتبرعين وعوائل اللي هم بميدالية التبرع، تغطية نفقات التبرع والزراعة من قبل الدولة كافة المواطنين والمقيمين. كل خدماتنا في دولة قطر هي فري للمتبرع والمستلم. طينا مميزات، الميزات للمتبرعين أثناء الحياة لأقاربهم، ضمان صحي مدى الحياة، تعويض الأضرار إن حصلت، منح أولوية استلام الأعضاء في حالة حصول أي فشل عضوي. يعني لو أنا تبرعت بكليتي بعدين صار عندي فشل عضوي، أنا راح أوضع على أول اسم في قائمة الانتظار، هذا يعني أعطى أولوية في قائمة الانتظار لاستلام الأعضاء الأخرى. تعويض الأجور غير المدفوعة خلال الغياب عن العمل أيام التبرع، غبت عن عملي قطعة راتبي، الدولة تعوضها عن حتى تشجع على التبرع. ميزات لعوائل المتبرعين بعد الوفاة، تدرس حالات العوائل لعوائل المتوفين بغض النظر عن كونه متبرع أو غير متبرع. في دولة قطر في المؤسسة الحملة الطبية الرعاية الاجتماعية مكفولة، المتوفي إذا يحتاج إلى مساعدة بعد وفاته لعائلته توفر. فإحنا هذا مو فضل من عندنا للمتبرعين ولا هو رشوة، وإنما هو شيء إجراء لأنهم متبرعين تحت إشرافنا، إحنا نكفل أنهم يستمرون حالهم حال غيرهم بمساعدة الجمعيات الخيرية. ومشكلتنا الأخرى أنه 70% من الأفراد داخل قطر عوائلهم بالخارج، فعند الوفاة نطلب من عندهم إذا تريدون تجون تعالوا، إحنا ندفع لهم الفيزا وندفع لهم التكت ويجون إلى قريبهم يجوز يصاحبوا لما يأخذون الجثمان إلى بلاده، وهذا ما له علاقة بالتبرع أو ما متبرع. فهي أشياء إحنا نسويها حتى نزيل العوائق بيناتنا، الابتعاد. الشيء الآخر إنه إحنا كل الكوادر مالتنا عندنا كوادر تتحدث عدة لغات من أديان مختلفة ومن ثقافات مختلفة، وهذا ساعد التواصل مع العوائل ومع الناس بصورة عامة مع المجتمع لإيصال الرسالة الصح. وكان هناك كامبين، احنا الادوكيشن نعتبر اهم شيء، تثقيف المجتمع، الثقافه المجتمعيه نعتبر اهم شيء، اهم عنصر. وكانت هناك حقيقه مطبوعات وبوثات في المراكز التسوق وفيسبوك وتويتر وكتيبات، وهذه في حمله رمضان وويب سايت. هذا ايش سوى؟ هذه هالحمله وهالتثقيف وهالاجراءات حفزت في ان نحصل خلال سنه من انشاء مركز التبرع وانشاء الدونر ريجستري سجل المتبرعين
خلال سنة حصلنا على 20,000 مسجل. المفهوم هو وصية، إقرار بتوصية بتبرع الأعضاء من المتبرع حي بعد الوفاة. هاي إن شاء الله توقعون عليها برا ما تطلعون. هذه عندنا 20,000 سجل، وهم 88 ناشوناليتي، 88 جنسية. هذا خلال سنة، وهذا أكبر من مستوى اللي تصعد به الدونر ريجستري بكل العالم، وهذا نتيجة الثقافة الـ بين الستاف فيس تو فيس. احنا اثبتنا انه المجتمع ما يقرأ بصراحة، المجتمع كثير منا ما يشوف تلفزيون، بس من توقفه بالشارع ومن تحكي وياه بالدائرة أفضل بكثير، وفيس تو فيس ثقافة تعليم أفضل بكثير من أنه يكون الموضوع فقط كتيب تعطيه إياه. الأعضاء وزعت على الجميع، هذه الإكويتي، المساواة في توزيع الأعضاء. مو وزعناها أستاذ محمد، 25 عضو استحصلناه من متبرعين مختلف الجنسيات، وزعت على 8 جنسيات من القاطنين، من مرضانا القاطنين في قطر. هذه اسماء المتبرعين، وهذه هاي جناسيهم، وهذا هذا الاديان، اديانهم وجنسياتهم ومكانات اهلهم وين. هذول المتبرعين، فالمتبرعين من كل الجنسيات والمستلمين من كل الجنسيات. هذا الشعور بالتساوي يخلي عند الشخص شعور بالثقة بالمجتمع ويخليه يساهم. هذه هي الاستراتيجية المرسومة للدوحة دونيشن أكورد من البداية. القطريين اللي كانوا يقولون احنا ما نسوي هنا عمليات، اطلع برا اسوي عملية. حاليا القطري يقول اني سجلني على قائمة واني دا احضر ابني او اخويا. 60% من القطريين اللي على قوائم انتظارنا دا يحضرون متبرعين حاليا. متبرعين سواء يسووه منا او يطلعون بهم برا، ما يهمني، انا ما اجبر للمريض الا اني اسوي له العملية في داخل البلد. بس انا يهمني مصدر العضو ما تتمين. اولا احمل متبرع اتاكد انه هو صالح التبرع اللي هو قريب المريض. اثنين سلامة المريض تهمني. وثلاثة اذا حتى اذا طلع برا اعرف وين ادزه واني ضامن ورجعته، وحكسب اجر الشخص اللي برا ممكن يتبرع له وهو مريض وقد يموت بعد الوفاة ويتوفى. فهذا حقيقة تغير ملحوظ جدا. الشيء الثاني، شكرا لمساعدة وزارة الصحة بهالموضوع، حقيقة أسندتنا كثيرا بهالموضوع، تعاون مستمر معها. بصورة عامة المتبرعين الأحياء أكثر بكثير من السنوات السابقة. احنا حاليا عندنا حدود 50 واحد مع متبرعة الحي من أقاربه اللي دي يسوي مطابقة، وهي حقيقة مهمة جدا. وهاي نقطة أخرى، احنا قلنا 70% من المقيمين في الدوحة عوائلهم خارج الدوحة في أوطانهم. تقوم المؤسسة بإسناد الهيئات الخيرية والاجتماعية، بارك الله بها كلها بدون ذكر أسماء، بنقل وإجراء فيزا تيكت سكن عملية مجانا طالما موظف أو عامل يعمل في بلد عنده مرض وعنده متبرع، والمتبرع نتأكد أنه يصلح للمطابقة ونصلح من الناحية الصحية، يطير إلنا للدوحة يسوي الزرع وكله مجانا ويرجع بالسلامة والحمد لله وشكر. هاي تساعدنا تقول لي هذه مو كوست افكتيف، يعني من ناحية اقتصادية مو عملية، لا عملية، لأن هذا المريض راح يترك جهاز الغسل، راح يرجع للمجتمع يصير عنصر فاعل. والفرق أني يعني دا أشتغل نفس الجراح والمستشفى تشتغل، فرق التكت لا شيء، الجمعيات الخيرية سادتها. فهي حقيقة مبادرة، هذا ما حد يسويها بالعالم. هذه هي اللي ميزت الدوحة موديل، وهذا اللي صار اللي خلق انطباع جيد جدا لدى الخبراء العالميين.
في الأسبوع الماضي كان هناك peer review، يعني محكمين دوليين للاطلاع على الدوحة موديل، على موديل الدوحة للتبرع بالأعضاء. وهي واحدة من السلايدات اللي شفتها مناسبة بدون أن تغيرها، أخليها من أحدهم، استعرضتها من أحدهم، إنه إحنا هذا الثقة تعززت لدى المواطن والمقيم في دولة قطر في نظام التبرع بالأعضاء، لأنه إحنا ما حاولنا نسوي غير احترام كرامته، احترام استقلاليته، أشعرناه بأنه هو متساوي في الحقوق وشعر بالواجب. فهذا بدأ بالبارتيسيبيشن، بدأ هو يجيب، وهذا هو حقيقة اللي خلى 70 اكسبرت من العالم، 70 خبير من العالم يجون بأبريل الماضي حتى يدرسون الدوحة موديل، وحتى يباركون عليه، وحتى يساعدونا في أن نطور أكثر. التبدل واضح في الاتيتود، في موقف المرضى والمجتمع في دولة قطر، ونتمنى لكل العالم، لكل من المرضى في العالم، أن يلاقوا لهم المتبرعين المناسبين. شكرا جزيلا.